السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري المصحة؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع روتين جديد باذن الله. كنتمنى ان هذا النهار هذا ينال اعجابكم. بالنسبه اليوم غادي نشارك معكم نهاري كيف كيدوز. بالنسبه للاخوات اللي يلاه شاركوا مرحبا والف مرحبا، واللي مازال ما شاركوا كضغطوا على الاشتراك وكذلك على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. بالنسبه ليا كنحط يوميا مع 10 ديال الصباح فيديو جديد. بالنسبه للانستغرام ديالي هو طبخ ليلى، كنحط لكم فيه دائما فيديوهات، يعني حتى هو تنشارك معكم بعض الاوقات كيف كدوزها. المهم بلا ما نطول عليكم، خليكم تابعوا معايا هذا النهار وفرجه ممتعه. اليوم ان شاء الله غدير الحوت كواري للغدا. ممكن ديروه في الطاجين اولا. انا خديت هذه الطنجره اللي ما كتكونش عاليه، هي اللي غادي تطيب فيها ان شاء الله. عندي هنا الحوت اللي قشرته ونقيته مزيان من الشوك، وصافي طحنته مع واحد جوج فصوص كبار ديال الثومه، وخليت فص واحد باش نديرو فوق الخضره. المهم انا غادي نخدم في نفس الوقت نعطيكم المكونات. غادي ندير التوابل اول حاجه، التوابل نفسها اللي غادي ندير مع الحوت نفسها اللي ندير في هذه الزلافه باش نخويها فوق الخضر من الفوق. شويه ديال التحميره، شويه البزار، شويه السودانيه اختياريه ممكن ما ديروهاش، سكنجبير، المهم هاد الروتين راه ديال نهار الحد، شويه الكمون، اصبر يابس مطحون ممكن ما ديروهش ولكن كيجي زوين. اصبر يابس، خرقهم بلدي، ومليحه. صافي هادشي اللي غادي نديرو كيجي زوين. انا بعدا كيعجبني الحوت كواري. نديرو شويه ديال الخل، ما عنديش الحامض داكشي علاش غادي نعوضو بالخل. وزيت الزيتون كنديرهم فيهم بجوج، الحوت كيبغي الزيت. غادي نزيد شويه الروز، انا كندير هذا الروز كلاصي في الحوت دائما. نتوما ممكن ديروا الروز الابيض اللي كيكون صغيور. غادي نحك واحد فص ديال الثومه وحده، قلت لكم هنا درت جوج فصوص ديال الثومه، هنا غادي ندير واحد. وغادي ناخذ شويه الربع غادي نقطعو. غادي نزيد شويه الربيع هنا وشويه مع الحوت. صافي دابا كيف كتشوفوا وجدت كلشي حدايا. انا بعض المرات كنديرها غير بمطيشه وفلفله والبصله، اليوم قلت نديرها بالخضره بما عندي كميه قليله ديال الحوت، قلت نديرها بالخضره. غادي نفرش البصله هي اول بلا هي اول حاجه، قطعها دوائر. غادي نقطع الخيزو حتى هو دوائر من الفوق، ونزيد عليه البطاطا. غادي نقطع مطيشه حتى هي دوائر. هنا زدت واحد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، غادي نخليها على جنب. ناخذ الحوت،
وغدا نزف شويه الفلفله. انا عندي فلفله الوان، نتوما ديروا غير لون واحد الا متوفر عندكم، ماشي بالضروره هذه الالوان كامل. وانا كنعطيكم اقتراحات للغدا اللي ساهلين وبسط ودغيا كيوجدوا. صافي انا زدت واحد شويه الماء، لا راه غادي نزيد مازال الماء غير باش نخلط هذاك مركز الطماطم، وغادي نخوي التوابل فوق الخضر. ها نتوما الا عندكم الزيتون ديروه والحامض مصير حتى هو كيجي زوين. صافي هو غادي نرد الطنجره ديالي اولا الحوت غنسد عليها ونخليها طيب على خاطر. هنا غادي ندير واحد السلطه اللي سهله وخفيفه، فيها غير الخس الخيار وماطيشو والبصله. غادي نقطع كلشي طريفات كبار. غادي ندوز نوجد واحد العصير ساهل حتى هو. انا عندي هاد الليمون خديناه لقينا حامض شي شويه، هو اللي غندير به العصير. غادي نطحنو مع الماء ونصفيه. عندنا غادي نزيد البعويد اللي غادي اللي قشرته وقطعته طريفات. هانتوما غادي ندير في الخلاط الكهربائي، نزيد عليه الماء ونطحنوه وشويه السكر باش كيف قلت لكم راه حامض شي شويه هاد الليمون، ما قدروش ياكلوه الدراري. من بعد ما صفيت الليمون غادي نخويه هنا في الكاس ديال العصير، نزيد عليه شويه ديال السكر. السكر كيبقى على حساب الذوق، والبعويد ممكن ديروا بنفس الطريقه اي فاكهه، التفاح البنان اي فاكهه متوفره عندكم. صافي دابا الغدا ديالي ها هو راه ساليته. ها هو الحوت راه مازال تيطيب، زدتو شويه الماء باليا نشف من الماء. هانتوما ايوا ها الروينه من بعد ما كملت خصني نديرهم يتغسلوا. هنا السلاط ديالنا والعصير درتو في الثلاجه، ها هي الروينه. دابا غادي نحيد هاد الروينه. وها هو ادم كيحفظ، قال لك بغا كاس العصير عطيتو كاس العصير من هادوك. ايوا صافي غادي دابا نمشي. عزيز خرج الدراري الاخرين، خرجهم باش يخليوني على خاطري نشقى على خاطري. ادم عنده الحفاضه ما خرج. ايوا صافي دابا غادي نمشي نطرف الدار ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غندوز نعجن مسمن عادي باش نخليه للبوتي ولا الفطور، ممكن نعجنو وكنخليه عندي. غادي ناخد مثلا خدينا نص كيلو ديال الدقيق الفورص، ناخدو رابعة ديال الفين. من غادي ناخد واحد ونص من الفينو. غادي ندير واحد معلقه صغيره مع مراش اولا نص معلقه صغيره ديال السكر، غير باش تعطينا داك الحموريه تحمر يجي تحميره زوين. ايوا غادي نزيد شويه ديال الحميره ديال الخبز، غير واحد شويه باش ما يجيش لاصق. ها نتوما شفتوا تقريبا اقل من نص معلقه صغيره. وغادي تبقى ليا غير الملحه ونعجن بالماء، الماء عادي غير من الروبيني حيت انا غادي نخليها ترتاح مده طويله.
صافي دابا نحط الغدم بعد ما طاب. واخيرا واحد الشارجور ديالك فوالا. واخيرا غادي نتغداو. واخيرا على انت كنتي في الدار. واخيرا مشينا نتغداو. بالنسبه للسلطه غادي ندير فيها غير زيت الزيتون، غندير خل التفاح، عندي هذا خل التفاح، وندير الملح والبزار. صافي ديال الغديوه ديالنا كيف كتشوفوا هنا، ها هو الحوت كواري، راه كتجي المريقه ديالو مع الكوم دغمره. هنا السلطه، وهنا عندي خبيزات والعصير. صافي غادي ندوزو دابا نتغداو. غادي نحط للدراري، بالنسبه لاخواتي يقولوا لي علاش ما تاكلوش من نفس الطبصيل، انا ولادي متعودين ان كل واحد كياكل في طبصيلو، الا انا وعز كناكلو من الطبصيل الكبير. المهم الدراري الصغار عزيز عليهم ياكلوا، صافي من صغرهم كنحط لهم كل واحد بوحدو، صافي من تما بقاو متعودين. ايوا دابا غنمشيو نتغداو ان شاء الله ونرجع معكم في العشيه. هاكا انا رجعت معكم بعد ما تغدينا. غادي نكور من السمن، غادي ندهنو غير بالزيت. فاش كنبغي نشكلو كنديرو غير بالزيت، وفاش كنسرحو كنورقو بالزبده. هانتوما البنات من بعد ما ارتاحت العجينه خليتها واحد الساعه تقريبا، نتوما ممكن تخليوها غير شويه، انا بغيت نخليها على ما نسالي. ايوا صافي دابا غادي نسرح العجينه ديالي غير بالزيت، نسرحها نحاولوا تكون رقيقه. وغادي ندير شويه ديال الزبده، الزبده ضروري تكون بحاله المطبخ، غير واحد شويه ما كتروش. بغيتو دوبو الزبده والزيت دوبهم، انا كندير لها الطريقه كتجي ساهله. ونرش شويه الفين وصافي، ها السمنه ديالنا واجدين. هانتوما البنات، انا راه درت مسمني طيب، في نفس الوقت كنسرح واحده اخرى
ودابا فاش قربت طيب هذيك غادي ندير وحده اخرى تطيب. المهم قبل ما تحمر من التحت تقلبوها باش تجيكم مور. صافي غادي نحيدها. صافي هذه راه وجدات فيها واحد شويه، شوفوا راه كتنفخ كتجي مورقه. هانتوما شفتو ما غاديش نحمرهم بزاف، غادي نخليهم شويه هكا بيضين باش فاش نبغي نسخنهم يتحمروا كثر. هانتوما شوف كيفاش خليتهم، وغادي نكمل بنفس الطريقه نكمل المسمنات اللي عندي كاملين ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات انا راه كملت المسمن ديالي، هانتوما خرجت لي تقريبا 23 وحده. غتشوفوه محمرش بزاف هكا، ديروه باش فاش تبغوا تسخنوه يتحمر، ما يتحركش ليكم غير يتحمر مزيان وصافي. المهم دابا انا غادي نخليهم حتى كيبرد تماما، ونحتفظ بتقريبا السته بحال دابا حنا السته كل واحد وحيده، كنحتفظ بهم في الثلاجه في المجمد وصافي. وقت ما احتاجيتهم من المجمد مباشره كنديرهم يسخنوا، ما تخليهمش يطلعوا عاد باش تسخنوا، لا من المجمد مباشره دخلهم يسخنوا. ايوا صافي دابا نمشيو نديرو الكوتي، غادي نعمر واحد براد اتاي نحط لهم فرماج كونفيتير عزيز عليهم، فرماج والعسل. صافي وغادي ان شاء الله نطلع معكم فاش نوريكم الشوربه اولا الحساء اللي طلبتوه مني بزاف اللي هو ديال الشوفان ان شاء الله، ولا نديرو العشاء غادي نوريكم طريقته. خليكم معايا.